بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم سادتي، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سل فاطما عن نكث عهد محمد فيها بظلم مثله لم يعهد. سل فاطما عن نوحها ونحيبها، عن حزنها، عن سقمها المتجدد. سل فاطما عن ضلعها من غاله كسر برد الباب بعد تهدده. سلها عن المسمار حيث أمضها، وعن الجنين وقرطها المتبددي. سل فاطما عن ضربها بسياطهم، وويلا ومصيبة حتى غدا يأيت مثل الدمالجي في اليد. لذا يقول السيد المرتضى الفيروز آبادي في كتابه سبعة من السلف: رأيت على عضد أمي فاطمة أثرا كأنه الدملج يا غيارة من ضرب السياط سياط الأعداء. سل فاطمة يا عن قبرها، يا عن دفنها، يا سرا بظلمة جنح ليل أربدي. سلها عن الصوت الذي قد راعها، عن غصبه ميراثها من أحمدي. سلها عن المولى الوصي ملببا بنجاده مستنجديا لم ينجديه. يا ويل ما تتوب القلب حسريا، يا ويل ما تتوب الضلع كسرا، يا ويلي قوضت والعين حمريا. وأما زينب تقلها يما متعودة ما نام وحدي، يجيني اللي ألوان يد على خدي، تفيض عيوني بالدمعة وتبدي. أنا من راحة مش بعد عندي يا أبويا، قلها يما يحاجيني صدى البيت
يحاجيني صدى البيت ومن دارك يناغين على وانتي او روحك الحمايا مدور والصيح تنادي عليك يما وين صرتي وظل اتذكرك كل كتير بالبيت يا يما هنا قمت هنا قعدتي وتلافت الشوفك واقطع بجاي ومد انباع الجلولي صحتي إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. تعجيلا لفرج إمامنا صاحب الأمر الثاني بأعلى أصواتكم. من التساؤلات التي تطرح أيها الأحباب حول قضية الزهراء سلام الله تعالى عليها، لماذا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه أذن للزهراء سلام الله عليها أن تخرج وأن تفتح الباب حينما جاء الأعداء إلى دارها الشريف؟ هذا فرد التساؤل. التساؤل الثاني أيها الأحباب، ما هي الأدلة المصادر التي يمكن أن نرتكز من خلالها على مصيبة الزهراء عليها السلام وأنها قد وقعت وجرت ما جرت من المأساة والويلات على دارها الشريف؟ إن شاء الله يسمح لنا الوقت أن نتعرض إلى هذين الإشكالين، إلى هذين التساؤلين إن شاء الله. البعض يسأل من حقه، يريد المعرفة، أو هنالك شبهة طرأت على ذهنه يريد أن يدفع هذه الشبهة فيسأل أو يستشكل، ونحن بدورنا نجيب إن شاء الله بما يسمح به الوقت. طبعا كما قلت، البعض تجده مرتادا إلى طلب المعرفة، إلى دفع الإشكال أو الشبهات عن ذهنه مثلا، والبعض أساسا لا يريد الجواب، فقط هكذا يريد في الحقيقة أن يبث الإشكالات والشبهات خصوصا بين أتباع منهج أهل البيت عليهم السلام، حتى ماذا؟ حتى يضعف الناس في عقائدهم، في موالاتهم لآل البيت عليهم السلام. فالبعض تجده طالبا للمعرفة، والبعض ماذا؟ متكبرا، لا يريد المعرفة أساسا، إنما همه ودأبه ماذا؟ فقط التشكيك بالعقائد. هذا مهما قدمت له من الكلام والحديث والأدلة، لو جئته بالقرآن الكريم من أوله إلى آخره لا يصدق ولا يعتقد أساسا بما نقول أو ما يقول الآخرون في الواقع. لا يريد أصلا طلب الحقيقة، دائما يغالط ويكابر. يوم من الأيام يقول فرد اثنين كانوا أحبابي يمشون في بيداء، وجدوا سوادة، نظروا إلى سوادة من مكان بعيد، أحدهما قال تلك السوادة أراها غرابا، طائر، طائر الغراب. فقال صاحبه الآخر أنا أقول تلك السوادة هي عنزة. صار بينهم فرد سجال، فرد نقاش، فأحدهما قال للآخر، قال له هسه علي من هذا السجال والنقاش، خلينا نوصل إلى تلك السوادة، إما أن تكون عنزة أو تكون طائر، طائر الغراب. قال له زين. وصلوا إلى تلك السوادة وإذا بها طائر، وجدوا تلك السوادة وجدوها غراب. فقال ذلك صاحب الغراب إن تلك السوادة هي غراب. قال أما رأيت الآن؟ أصبحت الآن الحجة واضحة أمامك إلى من قال تلك عنزة. قال لا، هذه عنزة. قال سبحان الله، أما تراه غرابا؟ قال أنا أقول عنزة. يقول أخذ حجرا رمى ذلك الشيء أو ذلك الغراب فطار أيها الأحباب. قال الآن هل بقي لك شيء
من الحجة قال سبحان الله عنزة تطير، يعني إلى هذا الحد المكابرة والمغالطة والعمد والقصد إلى تعتيم الحقائق للأسف كما سنأتي عليها إن شاء الله. لا، والبعض في الحقيقة يطلب الحقيقة من حقه، يريد أن يستبصر، يريد أن يرى الحجة البينة. أيها الأحباب، قبل أن نطرح الإشكالين أو التساؤلين أذكر مقدمة في غاية الأهمية ننطلق بها من الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زين، هذه الآية الكريمة أولا أحبابي بودي أن نركز على المقدمة المهمة، لها علاقة في حياتنا اليومية يعني بشكل كبير. في الحقيقة القرآن الكريم يدعو إلى منهج رصين مهم في غاية الأهمية أيها الأحباب، خصوصا في هذا الوقت في هذا العصر نحتاج إلى تفعيل هذا المنهج في الواقع أيها الأحباب، في خضم انفتاحنا إلى الأمم الأخرى والعالم الإلكتروني الذي جعل العالم كالقرية كما يقول بعض أهل المعرفة. أن نفعل هذا المنهج القرآني، يا منهج، منهج التثبت والاحتياط في نقل الوقائع والأخبار من الخارج أحبابي، في بث هذه الوقائع والأخبار من دون تثبت، من دون روية. في الحقيقة البعض للأسف أقولها تجد فيه مرضا نفسيا، ما إن يرى خبرا مثلا من دون تحقق، من دون تثبت تدقيق، بدأ يروج هذا الخبر. على أي حال، القرآن يدعو إلى منهج الاحتياط والتثبت في نقل الأخبار، ولذلك هذه الآية قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف يعني ولا تتتبع، التفتوا أحبابي، ولا تتتبع الأمور التي ليس لك فيها ماذا؟ علم. ناظرة إلى الجانب الشرعي الديني، يعني لا تفتي من عندك، من أفتى بغير علم فقد أكبه الله على منخريه في النار. وناظرة إلى جانب اجتماعي إنساني، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل مثلا رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم ترى من الأساس. بل القرآن الكريم يقول: حتى إذا كنت تسمع وترى وتعلم فليس كل ما يعلم أحبابي، وليس كل ما يعرف ماذا يقال، كما جاء في كلمات أهل البيت عليهم السلام: ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما كل ما حان وقته حضر أهله، وما كل ما حضر أهله صح قوله، يقول أمير المؤمنين. مو أي شيء مجرد أن تسمع به أو أن تعرف شيئا بالضرورة لا بد أن ماذا؟ أن تخبر بذلك الشيء. هنالك وصية قيمة عظيمة من أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية، يقول له: يا محمد، لا تقل ما لم تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. مو أي شيء تعرفه لا بد أن تقوله. إن الله، التفتوا أيها الأحباب، إن الله فرض على جوارحك فرائض، جعل الله تعالى قيود، حدود على جوارح الإنسان يحتج بها عليك يوم القيامة الباري عز وجل، ويسألك عنها، عن هذه الجوارح التي جعل الله عليها فروضا. ثم تلا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وتلا قوله تعالى في الرواية: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ماذا أحبابي؟ بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف بعض الإنسان أحيانا هكذا يطلق الكلمة من دون أن يفكر في آثارها، في تبعات هذه الكلمة. في الحقيقة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القرآن الكريم يبين في أكثر من موضع أحبابي أثر الكلمة حتى في عالم التكوين، مو في الإنسان المقابل فقط، حتى في عالم التكوين. لاحظوا مثلا في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اليهود والنصارى، وقال اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. شو يقول القرآن الكريم؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا،
يعني شيء عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه. بعد وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقط لماذا؟ لأنهم قالوا إن لله ولدا أيها الأحباب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اليهود والنصارى كلاهما باطلان في الحقيقة. في موضع آخر الله تعالى يتكلم في قضية مريم، فأتت به قومها تحمله، تحمل عيسى صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا عظيم، طعنوا في عرضها. أيها الأحباب، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فقط قالوا هذه الكلمة. شو يقول الإمام الباقر عليه السلام؟ يقول والله لم يكن على وجه الأرض شجرة أحبابي إلا وكان لها ثمر ولا شوك فيها، تحمل أكثر من ثمرة، أكثر من فاكهة الشجرة الواحدة. فلما قال الإمام الباقر عليه السلام، يقول فلما قال بعض بني آدم الذين طعنوا ماذا بمريم سلام الله تعالى عليها، فلما قال فجرة بني آدم قول السوء، يقول الإمام الباقر اقشعرت الأرض بعد وشاكت الأشجار لكلمة واحدة. لعد اشقد إلها أثر الكلمة في عالم التكوين، واقعا تؤثر في المستوى التكويني وفي المستوى التشريعي والمعنوي على الإنسان أيضا. لذلك منهج أحبابي عدم التثبت والتحقق هو منهج إبليسي في الواقع. شوفوا إبليس لما صار حوار بينه وبين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس أمام الله، أفتى بغير علم، إبليس تكلم من غير علم. من قال أن النار هي أفضل ماذا من الطين؟ خلقتني من نار بناء أن النار أفضل من الطين وخلقته من طين، من قال ذلك؟ الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم خلقه من طين. الماء والطين أحبابي التراب من أصول الحياة، صح لو لا؟ القرآن الكريم يقول إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، في آية أخرى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلقة الإنسان من الطين، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، طبعا أيضا بالروح، نعم لا شك ولا ريب، ولكن إبليس قاس أمام الله عز وجل. أكو فرد رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، هكذا ورد حينما يسأل أحد الناس، يقول له ماذا يقول أصحابك في هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين؟ قال يا ابن رسول الله يقولون مقالة إبليس، ماذا يقول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين؟ قال كذب إبليس الإمام الصادق عليه السلام، إنما خلقه الله من طين. شلون أحبابي؟ هسه قد يبدو إبليس أنه من نار لأول وهلة، ولكن يرجع في أصل خلقته إلمن من طين، يقول الإمام الصادق، ويستدل في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شنو؟ نارا فإذا أنتم منه توقدون. فيقول الإمام والنار من الشجر الأخضر أحبابي، والشجر الأخضر منين؟ من الطين، فيرجع في أصل خلقته إلى الطين. لذلك قايس أمام الله، طرده الله تعالى من رحمته. المهم أحبابي، هذا المنهج يسعى البعض إليه، منهج عدم التريث والتثبت والتحقق والتدقيق في نقل المعلومات سواء في الدين أو عن الآخرين، هذا ينبئ عن عدة أمور في هذا الإنسان. أولئك الذين يسعون إلى عدم التثبت، ولا تقف ولا تتتبع يعني ما ليس لك به علم، هذا إما نابع عن جهل أيها الأحباب، عن جهل كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لسان العاقل وراء شنو؟ قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه، إما عن جهل أو مثلا عن رغبة في تحطيم الآخرين. البعض من الناس عند فرد فراغ في نفسه، عند فرد احتلال نفسي مثلا، أو حسد في داخله للآخرين، يسعى إلى تسقيط
إلى تحطيم الآخرين للأسف أيها الأحباب. أو البعض عنده مثلا رغبة أن يشيع ماذا؟ الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ماذا؟ آمنوا. أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يقول القرآن الكريم. أو مثلا لا، بسبب الانخراط وراء العقل الجمعي، الاستلاب والاستيلاء والسيطرة على عقول الآخرين، عدم جعل الآخرين يفكرون بتفكير موضوعي. العقل الجمعي هو شنو أحبابي؟ جعل الجميع يفكر بطريقة واحدة. وأشار القرآن إلى هذه الظاهرة البائسة التي يمر بها الكثير، لعلها المرض العصري الآن الذي نعيش به أيها الأحباب للأسف. الله تعالى يقول على لسان نبيه الأعظم محمد: قل إنما أعظكم بواحدة. شنو هذه الواحدة يا رسول الله؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني من جنون. اللي يفكر في معزل بانفراد تكون له ماذا؟ قيمة موضوعية فكرية أكثر مما يكون في جماعة. على أي حال أيها الأحباب، إذن التثبت والتريث في نقل الأخبار والحوادث والوقائع خصوصا إذا كانت عن الآخرين. الإمام موسى بن جعفر يحدث محمد بن الفضل يقول له: كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإذا شهد عندك 50 من القسامة. الله أكبر، شنو من خبر هذا؟ شهدوا عندك أن فلان فعل مثلا أمرا فاحشا، يقول الإمام: فصدقه وكذبهم. بعد: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ذوي العيوب يقول أمير المؤمنين: يحبون إشاعة معايب الناس حتى يتسع لهم العذر ماذا؟ في معايبهم. على أي حال ما أريد أطول أكثر من هذا المقدار في هذه المقدمة. كذلك الذين أحبابي ينكرون فضائل آل البيت عليهم السلام أو ظلامة الزهراء، علامة استند هؤلاء الجهلة البعض من الحمقى في ردي ظلامة الزهراء عليه السلام. أنا أذكر في هذا المقام إن شاء الله أهم الأدلة، ولست الآن في مقامي جمع هذه الأدلة. كتبت ما شاء الله مجلدات ومقالات وبحوث واسعة مطولة من علمائنا من فقهائنا أهل المعرفة. مثلا من جملة المصادر ما ذكره ابن أبي شيبة، بود إن شاء الله زوار أبي عبد الله الحسين الأخوان أن يلتفتوا إلى هذه المصادر المهمة جدا نتقوى بها بالرد على الطرف الآخر. ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، هذا ابن أبي شيبة أحبابي الذي يقول عنه شمس الدين الذهبي سيد الحفاظ، ابن أبي شيبة قبل محمد ابن إسماعيل البخاري وقبل مسلم وقبل أحمد ابن حنبل زمانا في القرن الثاني أحبابي 235 توفي. على أي حال في كتابه المصنف ذكر هذه الرواية. الرواية لما بويع الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله، جاء أمير المؤمنين والزبير إلما إلى دار الزهراء، كانوا يشاورونها أحبابي ويترجعون تقول الرواية. زين، لما علم الثاني بقدوم أمير المؤمنين والزبير إلى دار الزهراء جاء إلى بيت فاطمة تقول الرواية، ودخل إلى دارها من دون استئذان. أحبابي: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، كما جاء إما في مضمون أو نص الآية الكريمة. وكلم الزهراء طبعا بما نقله ابن أبي شيبة في المصنف، قال لها: يا فاطمة، ما كان أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما كان أحد أو ما كان لأحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك، يعني أنت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال لها: ما ذاك بمانعي. هنا موضع الشاهد أحبابي، ما ذاك بمانعي، يعني لست بممتنع إذا جاء هؤلاء النفر إليك أن أحرق عليهم الدار.
هكذا قال في مضمون أو في نص قريب إلى نص ابن أبي شيبة في كتابه المصنف: لست بممانع، ما ذاك بمانعي، إن جاء هؤلاء النفر إلى بيتك إلى دارك أن آمر بهم أن يحرق عليهم ماذا؟ الدار. هذا ما نقله ابن أبي شيبة في المصنف، والحديث صحيح الإسناد أحبابي، رواه محمد بن بشر ثقة في كتب القوم، عبيد الله بن عمر أيضا ثقة بحسب كتب الجرح والتعديل، ورواه زيد بن أسلم أيها الأحباب العدوي، هذا الذي قال عنه الذهبي شمس الدين الذهبي أنه ثقة، ووالده أسلم العدوي كان مولى الثاني، وهذا أيضا وثقه علماء الرجال من مدرسة الجمهور، وثقه مثلا ابن حجر العسقلاني في كتابه تهذيب التهذيب، نقل عن العجلي قال إنه ثقة، وعن ابن زرعة قال إنه ثقة. على أي حال، جملة من العلماء وثقوا هذا الإسناد صحيح أيها الأحباب، لكن للأسف حاول البعض منهم جاهدا بذل جهدا كبيرا أن يغيب هذا الحديث، أو أن يبتر هذا الحديث، أن يبتر هذا الحديث، أو أن يحرف هذا الحديث للأسف. يعني مثلا الآن لما تجي إلى مثلا تاريخ مدينة السلام المن للحافظ البغدادي، لما يذكر هذا الخبر يذكر فقط ما قاله الثاني إلى فاطمة سلام الله عليها: ما كان أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما كان لأحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك، ثم سكت، لم يكمل الحديث كما جاء به ابن أبي شيبة في المصنف أيها الأحباب، بل علق المحقق أيها الأحباب المحقق على هذا الكتاب، قال وفيه قصة، لكن هذه القصة للأسف لماذا لم يوردها هذا المحقق؟ لماذا العمد والقصد إلى خفاء مصيبة الزهراء سلام الله عليها؟ أو مثلا أحمد ابن حنبل في كتابه فضائل الصحابة لما يأتي بهذا الخبر أيضا أيها الأحباب يعمد إلى ماذا؟ إلى تحريف هذا الخبر. شي يقول بعد أن يذكر ما قاله الثاني ثم يقول هكذا وكلمها. طيب ماذا كلمها؟ لماذا لم تكمل الحديث بما نقله ابن أبي شيبة وهو أقدم من نقل هذا الحديث أيها الأحباب؟ قال وكلمها، وكلمها يعني هدد الزهراء بحرق دارها، هذا هو الكلام. ابن عبد البر أحبابي القرطبي في كتابه الاستيعاب أيضا ذكر هذا الخبر وعمد إلى تحريفه وقال لأفعلن ولأفعلن. ماذا يفعل؟ هو نفس ما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف أنه هدد بحرق دار الزهراء. طيب هل وقع هذا التهديد أم لا؟ البعض يقول فقط صدر التهديد، لكن وقع هذا الأمر؟ نعم أحبابي. نقل الطبراني في كتابه المعجم الكبير، هذا الطبراني من كبار علماء الجمهور، عند كتاب الأموال الكتاب النفيس الثمين الذي اشتهر به، على أي حال ينقل خبرا عن الأول، يقول: أما أني لا آسي على شيء، خلينا نلتفت إلى هذا النص المهم، أما إني لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن ووددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن ووددت أني فعلتهن، وثلاث سألت فيهن رسول الله صلى الله عليه وآله، أما اللواتي فعلتهن ووددت لم أفعلهن فوددت لم أكشف بيت فاطمة وتركته. هذا ما نقله الطبراني في المعجم الكبير. الحديث ماذا أحبابي؟ معتبر أيضا، أشكلوا في علوان بن داود البجلي، وهذا علوان بن داود البجلي وثقه ابن حبان الذي يقول عنه الذهبي في كتابه الموقظة: من ينابيع معرفة الثقات، ينبوع معرفة الثقات عند الذهبي ابن أبي حاتم وتاريخ البخاري، وبعد هذا ابن حبان وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني أيها الأحباب. ويقول الذهبي عن ابن حبان لشدة تشدده في توثيق الراوي عبر عنه بالقصاب. شنو بالقصاب؟ يقول كان يأتي بالراوي
حتى وإن كان ثقة في بعض الأحيان يقصب هذا الراوي فلا يدري ما يخرج منه رأسه. مع ذلك وثق علوان بن داود البجلي. البعض قال عنه أنه منكر الحديث والأمر هين أيضا، هذا داود أو علوان بن داود قالوا منكر الحديث، ولكن الذهبي أحبابي في كتابه ميزان الاعتدال لما جاء في ترجمة أحمد بن عتاب المروزي ماذا قال؟ هذا نص قول الذهبي شمس الدين الذهبي، قال ما كل من روى المناكير ضعيفا، مو كل واحد روى شيئا منكرا يضعف، يكون في خانة الضعفاء. وهذا ما أشار إليه أيضا ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان في ترجمة الحسين ابن الفضل أيها الأحباب البجلي، بعد ما ترجم له هكذا قال ولو كان كل راو يروي شيئا منكرا لما سلم من الرواة أحد يقول. لذلك هذا عبد الرحمن بن شريح المغافيري يقول عنه ابن سعد في طبقاته أنه منكر الحديث ويروي عنه البخاري، أخرج عنه البخاري. هذا فرد مصدر أحبابي. المصدر الثالث أيضا ما ذكره النظام إبراهيم النظام أبو إسحاق، ذكر هذه العبارة أيها الأحباب التفتوا إليها، قال وضرب في يوم البيعة الثاني على بطن فاطمة حتى أسقطت محسنا ثم نادى احرق الدار بمن فيها وما كان في الدار إلا علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا نقله عنه في الملل والنحل الشهرستاني أيها الأحباب. وكذلك صلاح الدين الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات، هذا المصدر الثالث، ما ذكره ابن أبي دارم أحمد ابن محمد الكوفي اللي عبر عنه الذهبي المحدث الكوفي، ولكن طعن بابن أبي دارم لأنه أقر بمصيبة الزهراء سلام الله عليها، قال إن القوم هجموا على دار فاطمة وعمدوا إلى إسقاط ماذا؟ جنينها. مع أنه ابن أبي دارم يقول عنه محمد ابن حماد كان مستقيم الأمر وعامة دهره، ولكن وجد في آخر حياته البعض ممن يقرأ بمحضره المثالب، يعني على الأول والثاني، وقيل في محضره أنه قد عمدوا إلى ماذا؟ إلى رفس بطن فاطمة سلام الله عليها حتى ألقت محسنا. طعنوا به ماذا؟ قالوا هذا كان رافضيا يترفض، علي من رافض يابا، لأنه أقر بمصيبة الزهراء سلام الله تعالى عليها، ورموه بالضعف ونسبوا الضعف إلى الحاكم النيسابوري، مع أن الحاكم النيسابوري أيها الأحباب هو من تلامذة ابن أبي دارم، وذكر 44 حديثا وصحح 18 حديثا عن ابن أبي دارم. بعد ما ذكره ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف نقل هذه العبارة، لكن للأسف مسحت هذه العبارة، حذفت عمدا من الطبعات الأخيرة أيها الأحباب. يقول ولقد أسقطت فاطمة سلام الله عليها محسنا من زخم قنفذ العدوي، وهذه العبارة نقلها الكنج الشافعي عنه، ونقلها ابن شهر آشوب الحافظ السروي، ابن شهر آشوب المازن دراني في المناقب. من المصادر التي ذكرت مصيبة الزهراء فرائد الصمتين للحموين الشافعي الذي قال عنه الذهبي شيخ المحدثين، ذكر خبرا عن النبي الأعظم محمد ما تلقى الزهراء عليها السلام من ظلامة من بعده أيها الأحباب، من انتهاك حرمتها وذهاب حقها وامتناعها عن إرثها وإسقاط جنينها. هذا بالنسبة للتساؤل الأول، المصادر اللي بيناها، لماذا أمير المؤمنين سمح للزهراء عليه السلام أن تخرج إلى فتح الدار؟ أجاوب بما يسمح لنا الوقت، بعد الوقت داهمنا أيها الأحباب، باختصار وإيجاز بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الجواب الأول، إن الهجوم على دار الزهراء لم يكن مرة واحدة أحبابي، عدة هجمات صارت على دار فاطمة، منها لم يكن أمير المؤمنين في الدار كما جاء في رواية ابن أبي شيبة في المصنف،
في هجمة ثانية كان أمير المؤمنين منشغلا بجمع القرآن. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مشيئة الله تعالى أحبابي تعلقت بالسيدة الزهراء أن تخرج وتفتح الباب. على أي حال، البعض قال ما فتحت الباب أساسا، ركل الباب وألجئت الزهراء أحبابي ما بين الباب والحائط حتى ثبت المسمار في صدرها الشريف وكسر ضلعا من أضلاعها كما جاء في رواياتنا. على أي حال، لكن نقول لو أنها فتحت الباب مشيئة الله تعالى تعلقت أن تفعل ذلك، أما خرجت آسيا بنت مزاحم وقارعت وصارعت ماذا أعتى الطغاة في زمانها حتى فعل ما فعل بها من عذاب ومن قتل، ومر عليها موسى الكليم تتعذب من عذاب فرعون وأشارت إليه بأصابعها أن يسأل الله تعالى موسى حتى يخفف عنها هذا الألم. تقول الرواية فما كانت تجد ألم مس الحديد بعد دعاء موسى. على أي حال، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صح لو لا أخواني؟ بعد كان الهجوم بغتة على دار الزهراء، من كان يعتقد أن أحدا يجرأ على الدخول إلى دار فاطمة سلام الله عليها؟ أيها الأحباب، وكان رسول الله بعظمته بمنزلته كان يستأذن ماذا قبل أن يدخل إلى دار فاطمة سلام الله عليها؟ هذا جواب. الجواب أيضا أحبابي الرابع، نقول أن الزهراء عليه السلام هي أجابت عن هذا السؤال لما سألها الثاني، قال لها ما بال ابن عمك أوردك إلى الجواب وجلس من وراء الحجاب، قالت طغيانك أيها الشقي، طغيانك أيها الشقي أخرجني وألزمك الحجة وألزم كل ضال غوي. أجابت الزهراء بهذا عن هذا الإشكال. بعد للمرأة الحق أيها الأحباب أن تخرج وأن تدافع عن الإسلام عن بعلها. تعلقت مشيئة الله تعالى أن تخرج الزهراء وتؤدي دورها وهي المشكات التي دفعت الكرب والغمة وضحت بنفسها عن الإمام. أيها الأحباب، ليست هي المشكات في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ما دلت الروايات أن المشكات هي فاطمة سلام الله عليها. خرجت كما خرجت مثلا يكابد أم موسى وكان لها دور كبير في مشروع موسى الكليم. كلثم أخت موسى أيضا لها دور كان أحبابي. يكابد، كلثم، آسيا بنت مزاحم أيضا، هذه النسوة لهن دور عظيم في مشروع موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كلثم أخت موسى أيضا، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وكان لها دور كبير في إرجاع موسى إلى أمه حتى ترضعه أيها الأحباب. وكذلك آسيا بنت مزاحم ذكرت قضيتها قبل قليل، فما يقال في الزهراء يجري على هذه النسوة. على أي حال، ما قيل في مريم من طعون أحباب أيها الأحباب من مريم سلام الله عليها، وكان زكريا على مرأى ومسمع منها، صح لو لا؟ بل الله تبارك وتعالى، الله الغيور أيها الأحباب، أما كان ينظر إلى مريم وقد طعنوا بعرضها؟ لقد جئت شيئا فريا. فما يجري في مريم ما جرى على السيدة الزهراء سلام الله عليها فاطمة، الذين ماذا تجشموا وهجموا على دارها. وأنا بينت في أكثر من مجلس أكثر من 300 رجل أيها الأحباب هجموا على دارها. السمهودي في كتابه وفاء الوفاء، أنقل فقط هذه العبارة وأختم بها الحديث عن الإمام الباقر عن أمير المؤمنين، دخل النبي الأعظم محمد وكانت أم أيمن قد جاءت بالتمر واللبن والزبد إلى دار علي وفاطمة، قدموا شيئا إلى رسول الله أكل منه أيها الأحباب، ثم قام النبي إلى زاوية من زوايا البيت وصلى 4 ركعات. في السجدة الأخيرة بكى النبي في الصلاة بكاء شديدا عاليا. تقول الرواية، يقول أمير المؤمنين وما كنا نجرأ، إجلالا لرسول الله أن نسأله عن البكاء، قام الإمام الحسين
وجلس في حجر رسول الله. أكو فرد هنا دلالة وقت ما عندي أبينها. وسأل الإمام الحسين: يا أبتي يا رسول الله، والله ما سررنا بسرور كدخولك علينا، فلما بكيت غمنا ذلك البكاء، هذا البكاء. قال: ولدي حسين، إنكم قتلى ومصارعكم شتى. لا شك أن الزهراء أحبابي من ضمن هذه الدائرة، إنكم قتلى. وهذا خبر رواه السمهودي في وفاء الوفا، والخركوشي أيضا رواه أحبابي في شرف المصطفى. على أي حال، إنكم قتلى، وبعد إنكم قتلى ومصائبكم شتى. الله أكبر. فقال: يا أبتي، ما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ قال: أولئك أقوام، قال النبي صلى الله عليه وآله: أولئك أقوام يأتون إلى زيارة قبوركم طلبا للبركة، وحقيق علي أن آتي يوم القيامة حتى يغفر الله ذنوبهم وحتى يدخلهم الله تعالى الجنة. أيها الأحباب، ونحن عند قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام نبكي على أمه الزهراء، على مصيبة فاطمة. تدرون زينب شافت مصيبة السيدة الزهراء عليه السلام في مقتبل عمرها أحبابي، وكانت تجمع الحسن الحسين تقرأ لهم مصيبة الزهرة، وإحنا إن شاء الله هنا هم جالسين في جوار أبي عبد الله الحسين نقرأ مصيبة الزهراء. يقول: تجمع الحسن الحسين أبي الفضل العباس بعد سنين، أريدك كنت تسمعني إن شاء الله بقلبك الليلة. يقول: تلتفت إلى أبي محمد الحسن تقول له: خبرنك يا أخويا الباب من جذوع، أو جنة مضلع كأسر من أم ضلوع. الله أكبر. ويا شفتها بالقنوت ومنها جف مرفوع. أنا سئلك يا غيور يا غيارة أيها المؤمنون، عاد اللي يرفع يديه إلى الدعاء يرفع يديه الاثنين، ليش كانت الزهراء ترفع يدا واحدة؟ يا وجف ما يرتفع من كثر ما موجوع، ظل اجتاف أم من العصر مخلوع يا أخويا. التفتت إلى الإمام الحسين، إلى أبي عبد الله، تقول له: هنا يا أبو السجاد شفت أم انحنت، ومثل غصن البان يا أخويا انثنت. هنا يا ابو السجاد شفت ام انحنت مثل الغصين، او على قيد المرتضى قامت تحين. يا ابو من الم ذاك الضلع كل ونت وين. الله يرحمك يا عبود غفله، هالابيات الخالده اله: يا للباب من جذوع وثجيله وزين، أو لو هو تعلقى ترجنها رجين. الله أكبر. إن طبقتي يعلم الحسن طبق الجفين، أو قام يعصر الزنيم بحاله، عصر بنت المصطفى وطق الضلع، أو نبت بسمار الحقد ما ينشلع. يا بوسقطت محسن الماتمام والتسع، وصار من دم الضلع تغسيل يا ناس. أما أمير المؤمنين، أريد أن نقلك من أمير المؤمنين إلى مصيبة كربلاء. ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف، إش حالك لو أن تحضر بالطفوف. يا بو الشوف حال الوزعت جسم السيوف، وترى زينب بلوعتها بحسرتها تنادي: يا محمد يا جد صلى عليك ملائكة السماء، هذا يا حسينك محزوز الرأس من القفا، مطروح على أرض كربلاء مرمل بالدماء، وبناياتك سبايا، وإلى الله المشتكى
وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وإلى حمزة سيد الشهداء وأما الإمام زين العابدين قال مروا بنا على أشلاء القتلى هذا نائم على يمينه وذاك نائم على شماله أنقل لك الخبر أكسر قلبك الليلة يقول إلا أبي الحسين مكبوبا على وجهه يقول وما جت النساء موجة واحدة أين المنادي وحسينا لا تبرد وسيدان يقول ونادت عمتي زينب عم لا تسقطوا على جسد الحسين إذا سقطتم من الذي يركبكم أنا امرأة والسجاد عليل صاحت بهيدة يا عم لا تونون لا تونون أخاف أن تعثر الناقة وتطيحون يا ببهيون يا السايج للضعون ما تدري من عادة اليرحون يا باب أحبابهم لازم يمرون يقولوا مشى الحادي خطوات وإذا بامرأة ثكلى يا حادي بالله عليك مر بي على قتيلي صاحت يا جماعة يا قلب الله عليك تاجي أنا الوليد أريد أنزل وحاجي ما هو طيبي اللي بين والأصل زاجي خليني أريد أشبع بواجي يما يا علي يا حلو الأطباع توك شباب ونمت علقا يقول نادت امرأة ثكلى يا حادي أقسم عليك بالله مر بي على قتيلي قالها أنت منو صاحت يا جمال بالله عليك ودني أنا كل مرد حاج جاسم ابني ما هو لي درباه المدلل تعبني أنا ردت علي البيت ابني أبيات الدعاء ولما ابتعدوا أحبابي بالركب عن الأجساد عن أشلاء القتلى رفعت زينب يدها إلى أبي عبد الله الحسين الله أكبر إش قال الزينب خاطبة الحادي يا السايج قف بالضعين كنت اقرأ وياي أبيات الدعاء وجف لبال الناقة عند على صاف حد كربلاء واحد يعز فراقة خليتك الوصلة بكتير وعظام ما تتلاقى 1919 من سحقت الحساكة 10 عوجيت راكضت 10 عوجيت راكضت مزقين حتى هدوم ترابي ودمين خبطين سوى غيرين عن رسوم كنا نختم بأبي الفضل العباس صاحت خويا ترى انشئد أنا باسمك يا أبو فاضل ترى انشئد أو عليك الطاغ يا خويا ترى نشهد ها زينب وين ابو فاضل وين العباس اخبريك حبل بجفوفي ترى نشهد اسكت لو اكمل الصار بي يا اسكت لو اكمل الصايا الصار بي
لله وإنا إليه راجعون. يا الله. إخواني، نرفع أكفنا إلى الدعاء جميعا أيها الأحباب، عندنا حوائج مرضى. يا الله 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 يا مجيب الدعوات يا كاشف الكربات، اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقضي حوائجنا، من علينا بالصحة والأمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج يا الله. إلى أمواتنا، أموات الجالسين السامعين المؤسسين لهذا المأتم المبارك، بلغ اللهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.